صورت لكم العروض اللي تحت كلها، اللي في الدور اللي تحت الفرع اللي انا فيه يا جماعه، اللي هو السويدي الدائري الغربي. كل العروض ما خليتش عرض ما صورتهوش. في حاجات ما عليهاش عروض صورتها، في حاجات ما عليهاش عروض ما صورتهاش، ولكن كل اللي عليها عروض عند السيف جاليري تحت صورتها. طلعت دلوقتي الدور الثاني، في حاجات ضيافه وديكورات وحلل وادوات المطبخ والصواني وكده، برضو هحاول اجيب لكم على قد ما اقدر كل اللي عليه عروض. اما اللي ما عليهوش عروض هحاول اصور لكم برضو منه علشان تستفيدوا وتعرفوا ايه المتوفر. اول حاجه قابلتني في الدور اللي فوق عند السيف الفرع اللي هو في الدائري الغربي السويدي، اول قسم قابلني اللي هو بخمسة ريال. كل حاجه في القسم ده بخمسة ريال. في حاجات برضو بتنفع توزيعات، في مباخر توزيعات برضو حلوه جدا، الغرف البنات كمان، في حاجات كده، ده ازاز اتنين مع بعض بخمسة ريال، وحاجات طبعا متفرقة ومتنوعة. يعني القسم ده فيه حاجات بصراحة من زمان وانا بقول ان هي حلوة جدا. شايفين يعني ممكن تيجي تجمعيلك من هنا اطقم كاملة، يعني ما توصلش حتى الخمسين ريال، وتبقى كده طقم متكامل. الحاجات الحلوة دي بخمسة ريال. بالطبق خمسة ريال. من أدوات المطبخ المفيدة والأساسية الصواني. طبعا أنا بحب دايما الصواني اللي بتبقى من الداخل جرانيت. في حاجات بتبقى تيفال ولكن كويسة وعملية، ومادة التفلون طبقة التفلون اللي فيها بتكون سميكة فما بتتجرحش معاكي بسهوله، وخاصه لو انت بتستخدمي سيليكون وخشب في التقليب والسكاكين البلاستيك في التقطيع، خاصه في الصواني اللي بتبقى زي كده. عندك ديت دي ريد فلام يا جماعه، دي تبع السيف، 50% في العرض الاخضر، هينتهي يوم 2 سبتمبر ب 42 ريال من 85 ريال ال 26. دي اللي بتبقى مناسبه جدا لاي كيكه مرتفعه. في كمان مقاس اكبر منها، يعني ال 26 ب 42 ريال من 85، ال 28 سنتي ب 48 ريال من 96. ده شكلها، بصوا الخلفيه بتاعتها دي بتبقى جميله جدا يا جماعه. انا ما بحبش بتبقى مطبوعه من تحت، دي بتبقى حلوه قوي، حتى لما تراكم عليها دهون بتبقى سهله التنظيف، ودايما تحافظي عليها ان هي تفضل كده ايه تلمع. ما تستخدميش مع الحاجات دي ارجوكي الاسبونشه اللي بتبقى فيها ناحيه خشنه، ما تستخدميش الناحيه الخشنه معاها. الحاجات ديت يا جماعه سهله التنظيف جدا. عندك المقاس 30 ب 49 ريال من 99 ريال اهي، برضو دي حلوه جدا. كيك طبخه فيها مكرونه، طبخه فيها صينيه بطاطس، ده المقاس الحلو اللي انا بستخدمه لصينيه البطاطس المشهوره بيها، بطاطس باللحمه. عند السيف جاليري ادوات المطبخ طبعا السكاكين والحاجات ديت، انا دايما بجيب حتى من اي محل، اجيب سكينه بجيب اللي بيبقى مكتوب عليها السيف اللي بتبقى ياباني. صواني القوالب اهي الجرانيت، بصوا ب 43 من 86، مقاس 32 سنتي، يعني يا بلاش روكي ديت بتاعت السيف جاليري يا جماعه. عندك مقاس 34 ب 47 من 95 ريال، برضو تحفه جدا. دي البني انا واخده منها اللون البينك، خطيرة جدا وعملية جدا وبتعيش. مقاس 26 ب 32 ريال. القوالب الأشكال، قوالب الكيك الأشكال دي 37 ريال من 75 ريال. دي بتاخد نفس الكمية اللي بتتحط في الصينية العادية المسطحة اللي بتبقى مقاسها 26 سنتي، طلع لك الكيكة حلوة جدا وكمان ما بتلزقش. في منها أكتر من شكل أهو، 37 ريال يا جماعة. في الحاجات اللي هي الصغيرة دي تعمل فيها المولتن كيك والحاجات ديت بتسعة ريال ونص من 19 ريال عند السيف جاليري في العرض الأخضر نص السعر، هينتهي 31 سبتمبر. 50% بالظبط على أكتر من 3000 منتج. وكمان في الصواني الجرانيت والتفلون في عليهم أطقم، ثلاث صواني مع بعض اهو بثلاث مقاسات،
26 30 34 ب109 من 218. ده الجرانيت اللي من بره لون وردي، وفي اللي من بره لون بني ب114 من 229 برضو نفس المقاسات، 3 حبات خلاص. ده اللي هو روكي، وفي اللي هي ريد فلام ب109 من 218، 3 وحدات حلل الضغط العادية اللي هي بتتحط على البوتاجاز. في الجرانيت وفي الألومنيوم وفيه الستانلس، أنا مش شايفة عليهم تخفيضات نص السعر بس سعرهم مناسب. دي 7 لتر ب288، في حاجات 17 لتر أهو سعرها، ديت اللي هي مبططة شوية كده. أما اللي هي العادية عندك الجرانيت دي ب199، دي فولكانو بتاعت السيف برضو، وعندك الستانلس دي 5 لتر ب129 ريال، دي اللي هي بطريقة اللف مش كليبسو. وفي عندك المبططة الألومنيوم دي ب239 ريال، أنا مش شايفة عليهم تخفيضات بس سعرهم مناسب جدا. ما زلنا في رحلة البحث عن الكارت الأخضر أو العروض الخضراء. طبعا في ماركات كتير، تيفال وسب وفولكانو كل حاجة، كل المقاسات موجودة يا جماعة. واخيرا لقيت في الدور اللي فوق عند السيف، الفرع اللي انا فيه بعيد لكم كل شوية عشان في ناس بتبقى عايزة الفرع ده تحديدا. ده اللي هو في السويدي الدائري الغربي السيف جاليري، لقيت لكم هنا في الجرانيتات دي ب58 ريال من 116. دي الطاوة اللي هي مقاس 26، بتاخد لترين و300 ملي. طبعا دي تقيلة جدا وخامتها حلوة قوي قوي قوي، غير قابلة للالتصاق، وفي منها ألوان كتير وفي مقاسات وفي عمق مختلف. عندك الحلة دي اللي هي الستيك ديت ب104 من 209، مقاس 24، وفي مقاسات اهي في حاجات أقل من 100 ريال، جرانيت 20 سنتي. وفي عندك الكبيرة دي ب83 من 166، دي العميقة قوي، دي جميلة جدا، دي أنا هاخدها. وفي بقى الحيلة لهو ب104 من 209 24 سنتي، و134 من 269 28 سنتي، دي حجمها حلو جدا جدا. بالنسبة بقى للحيلة اللي هي الطقم اللي بيبقى مثلا 7 قطع، عندك اللي هو الجرانيت ده بالغطا الزجاجي، ده تركي يا حبايبي، 7 قطع فلز ب249 من 499. الطاسة ديت الجرانيت الخشن، انا بحب الجرانيت الخشن على فكرة. وادي 3 مقاسات من الحلل 50% اللون الرمادي، وفي حاجه كده ب249 من 499 برضو التركي النحاسي، هو نفسه بس من بره مطلي اللون اللي هو النحاسي ده، اما ده من بره ومن جوه لون واحد. ده فالز، انا عندي فالز على فكره وحلو جدا. وفي كمان ستايل تاني، يعني انت عندك ده ب249 من 499 الفالز، عندك برضو فالز ستايل مختلف اللي هو مضلع من الجنب بالشكل ده خطوط بس عدد اكبر، 3 حلل والحله اللي هي المبططه دي والطاسه. ده برضو تركي 9 قطع، وفي منه كمان اللون البوستيج ده عند السيف جاليري نازل النهارده في العرض الاخضر اللي هو 50%. يعني عندك فالز موديلين عليهم 50% تخفيض. يلا ندخل بقى على الحلل اللي هي بقى اليومية والحاجات بتاعة الكرف والشغل، يعني بمعنى أصح دي الستانلس الروكي بتاع السيف، دي ب64 من 129، مقاس 20 سنتي، الغطا بتاعها ستانلس، اليد بتاعتها سيليكون، هي وزنها حلو قوي، وفي منها مقاسات مختلفة ال 22 سنتي ب69، ده بعد التخفيض. انتوا بقى احسبوا، لان انا بصراحة زهقت من كتر ما عمال اقول قبل بكذا وبعد بكذا، فانا هقول لكم السعر النهائي والتخفيض 50%. دي ب69.5، ال 24 سنتي ب79.5 وحجمها حلو جدا، بال 26 سنتي ب84.5، ب94.5 28 سنتي، دي حلوه جدا جدا جدا. اما ال 30 سنتي ب99 ريال ونص. وفي حاجات تانية ستايل تاني، دي انا شايفها، انا شايفه الموديلات دي واللي بيبقى فرضاني مخصوص، ده بيبقى بالنسبه لي عملي اكتر عشان الناس اللي مش مضطره ان هي تتقيد بطقم كامل، في قطع ما بتستخدمهاش، في قطع كبيره جدا هي ما بتستخدمهاش، او قطع صغيره جدا، او طاسه وهي عندها طاسات. فانا رايي ان انت تاخدي الحاجات اللي هي المفرده
اهي شوفوا دي جميلة جدا، الجوانب بتاعتها كمان سميكة وحلوة. دي ماركة روكي ب59 ريال من 119، مقاس 22 سنتي، حجمها حلو جدا، مقاس 24 سنتي ب64 ريال، مقاس 26 ب74 ريال، مقاس 28 ب79 ريال، حلوة جدا جدا، والستانلس بتاعها حلو. المقلاة العميقة مقاسات مختلفة، عليها خصم 50% في العرض الأخضر نص السعر لحد 30 سبتمبر عند السيف جاليري. دي مقاس 32 يا جماعة، جرانيت واليد بتاعتها بلاستيك، ب64 من 129، حجمها حلو جدا، أنا جايبة منها بقالها دلوقتي عندي سنة ونص، جميلة ومحافظة عليها، ما بستخدم لهاش سلك مواعين وبحافظ عليها، بستخدم معاها أدوات خشبية وسيليكون علشان ما تتجرحش. دي 30 سنتي ب57 ريال من 114، هي دي اللي أنا كنت جايبها أصلا ب114، ما كانش عليها تخفيض يومها، النهاردة عليها تخفيض أهو عند السيف جاليري، ومقاسات مختلفة وكله 50%، اللي هي روكي المقلاة العميقة ديت بقى مقاسات مختلفة. ايه الله، حلوة للطشة بتاعت الملوخية دي، جميلة قوي، بيضة. الحلل التفلون للناس اللي مصرة ان هي تستخدم تفلون وسيراميك، برضو مش مزعلينكم، الريد فلام مقاسات مختلفة، دي بتاعت السيف جاليري في العرض الاخضر النهاردة 50% ب74 ريال ونص من 149 ريال، مقاس 28 سنتي، حجمها حلو جدا، بس أرجوكي حافظي عليها في الغسيل وفي الأدوات اللي انت بتستخدميها. عندك مقاس 26 ب69 ريال فقط من 139 ريال، والغطا بتاعها استانلس يا جماعة، مش زجاج، ماشي، يعني برضو عملية جدا وحلوة جدا، وفي مقاسات اهي مختلفة، في ب49 ريال مقاس 20 سنتي. اي اللي عايزين التفلون في الحلل بالحبة. واخيرا في حاجات المطبخ الاستخدامات اليومية عندي ليكم، اللي هي الصاج اللي احنا بنعمل عليه الكريب، بنعمل عليه القطايف، بنعمل عليه خبز الصاج، ده اللي بتحط على البوتاجاز، ده جرانيت ب74 ريال من 149، مقاس 35 سنتي، ماركة روكي اهو يا جماعة، ده زي اللي عندي، المقاس انا تقريبا عندي الاكبر منه بشوية، بس في مقاسات اهي مختلفة، عليهم خصم 50% في العرض الاخضر، 59 ريال من 119، المقاس ال 40 سنتي، وهو ده غالبا اللي موجود عندي. ده يا جماعة جرانيت، ده الروكي ده جرانيت، اما ده اللي هو التفلون، اللي هو طبقة التفلون اللي عليه. ففي مقاسات كتير، وفي حاجات اهي كمان للبانكيك ب39 من 79، مقاس 40 سنتي، 2 4 6 7 من البانكيك في وقت واحد. ومعظم الطاسات الجرانيت والتفلون ماركة روكي بكل المقاسات المختلفة، هتلاقي عليها عروض مختارة، وفي منهم اللي خصم 50%، موجودين هنا بكل المقاسات وكل الالوان اللي انتم محتاجينها علشان المطبخ، اهي في القسم اللي فيه الصاج بتاع البانكيك والحاجات التانية الكتير، وهتلاقوا منها كمان الصيلات مختلفة 50% على معظمهم، معظم روكي جرانيت عليه 50%، وعلى فكرة عملية جدا عن تجربة يعني. ولا تنسوا الخبازات، الخبازة المقاس 40 سنتي من 529 نازله 264، 2200 واط، اللي فيها فتحات من الجنب، دي بتشتغل تحت وفوق يا جماعه، اهي دي حجمها كبير على فكره، دي اللي عليها تخفيض 50% عند السيف. وفي كمان اللون البنك دوت ب 349 من 699، دي 3 في 1، اللي بيجي معاها ملحقات تانية للميني بانكيك، للمعمول، لا حاجات كتير عموما يعني، اهي. وفي منها الوان مختلفة، في ديت 45 سنتي ب 529 ما عليهاش تخفيض، دي انما دول عليهم تخفيض 50%. انا كده يا جماعة صورت لكم كل الاقسام بتاعت السيف جاليري، من اول الترامس وحاجات الضيافة، لحد الاجهزة، لحد الاواني المنزلية، لحد كله كله
اما بالنسبه للعروض ال 50% مفيش عرض الا وصورته لكم. اتمنى اكون افدتكم. لو حسيتوا بالفايده ارجو ان انتم تشيروا المقاطع ديت علشان الكل يستفيد وتلحقوا على العروض الجميله. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وما تنسوناش بقى لو لقيتوا لايك حطوا لنا لايك، لو لقيتوا كومنتات تكتبوا لنا كومنتات، احنا مستنين برضو التفاعل بتاعكم. والف شكر يا حبايب قلبي. لو في اي حاجه يا جماعه او اي استفسار او اي حاجه انا ما صورتهاش او في سعر انا ما ذكرتوش برضو اكتبوا لي، ومش مشكله انا هرجع اصور لكم عشان خاطر عيونكم مره تانية. فيا رب الكل بس يستفيد، مش عايزه منكم اكتر من دعوه حلوه. ادعوا لي دعوة حلوة ولكم بمثلها يا رب. ألف شكر.